في صناعه القرارات الكبرى، متواجدين ضمن مجتمعات الاستقبال، متواجدين كذلك في اطار مشروع كبير يقود صاحب جلاله صلى الله باصرار وتحدي باش المغرب يوصل للدول المتقدمه ويكون حاضر بقوه في التحديات المستقبليه. بعد تنظيم كفاءات المانيا او المغاربة المتواجدين في المانيا، وبعد تنظيم الملتقى ديال المغاربة اللي متواجدين في الامارات العربية المتحدة، اليوم كنتلاقاو معكم في اطار الكفاءات ديالنا اللي متواجدة في امريكا واللي متواجدة في الولايات المتحدة الامريكية. حنا ماشي فقط كنفتخروا بها، ولكن كنعتبروها قناة أساسية باش تقرب لنا مجتمع الاستقبال، أولا باعتباره قوة أساسية في المشهد الكوني، جوج أن بلد لمتحكم في التكنولوجيا الدقيقة، ثلاثة أنه تجربة متميزة على مستوى تدبير الرأسمال البشري. لقاءنا اليوم هو في إطار تفعيل هذه المقاربة الشمولية. ما يمكنش نتخيلوا مشروع تنموي كبير ديال المغرب غدا إلا ما كانش فيه مغاربة العالم، من المستحيل. حنا وصلنا الآن للجيل الثالث، نظل على الجيل الرابع، راكبنا واحد التجربة، حاضرين بقوة، رأسمال أساسي. صعيب نتخيلوا غدا برؤية استراتيجية عميقة. مغاربة العالم بقاو دائما مرتبطين بالوطن الأم. هذا حنا ورمتينو جميع في مكان مغربي إلا وين تعب بشكل تلقائي باش يدافع عن القضايا الوطنية الكبرى. كيف ما كانت المسافة الجغرافية، كيف ما كانت القارة اللي متواجد فيها، كيف ما كانت تعقيدات البلد اللي كيعيش فيه، إلا وكيحس بتلقائية أنه مغربي. انتماء هذا الوطن الكبير هو انتماء اللي كيجعل المغاربة يعيشوا في هذه الخيمة الكبيرة التي تتسع للجميع سواء كانت في المغرب أو خارج المغرب. إذا بغينا نستوعبوا جميع بأن هذه التعبئة التي نقوم بها هي فقط بداية طريق صعب شاق، لأن التجارب الكونية قليلة. كل الجاليات اللي في العالم تجارب قليلة اللي استطاعت تكون حاضرة بشكل مستمر بشكل دائم في المشروع التنموي المحلي الوطني. بغينا ننتقلوا من ديك الرؤية التقليدية اللي كتجعل المغربي عنده علاقة فقط في أيام العطلة، عنده علاقة بامتداده العائلي فقط، عنده علاقة بامتداده ديال المدينة اللي تزاد فيها، أي فضاء محدود. لا، لأن اليوم خصنا نتعبكوا باش نكونوا حاضرين في هذا المشروع الكبير اللي غيجعل المغرب في هذه المنطقة يكون عنده دور ريادي في كل المجالات. هنا اللي وقعنا، وهنا كنشكر الاتحاد العام لمقاومة المغرب والسيدة الرئيسة مدام بنصر، اللي وقعنا على جهة 13. فاش فكرنا جميعا؟ فكرنا في ثلاثة ديال المرتكزات الأساسية. وبغينا اليوم ماشي فقط نستوعبوها، نعتبروها المرجعية ديالنا في ما كنا كنبغينا هذا الرأسمال البشري اللي عايش كل القارات. هو استثناء، تصوموا معايا، بلد وحيد اللي كيكون في مرحلة قليلة في الصيف، اللي من يونيو حتى سبتمبر كيكون تحرك ديال 2,700,000 مغربي كيجيو للبلاد، ما كايناش في العالم. تحرك بشري تبارك الله ضف وجيز ومقدور عليه وبسلاسة. بمعنى هذا الارتباط ما يمكنش فقط ينحصر في هذه اللحظة بالضبط اللي هي لحظة ديال التلاقي مع الوطن الأم، كاين خصو يتحول إلى رؤية مقاربة أخرى. هذه المرتكزات الثلاث شنو هي؟ أولا ضروري تفكروا في الاستثمار. اسمحوا لي أن أكون معكم صريح العبارة، وأتحدث بحضور رؤساء الجامعات اللي تيكونوا أجيال الغد واللي تيعطيونا ذاك الرأسمال. نفتخر جميعا ملي كنشوفوا حنا دابا كنقلبوا في قاعدة المعطيات، أش كنوجدوا؟ مجموعة من القوات الكبرى، كنجدوا بغابة مشاو من الجامعة في مراكش،
مشاو من الاخوه مشاو من برك وحاضرين تبعيتين من العياد تاعهم كل ومشاو لهذ الجامعه المغربيه بمعنى ان الاسمان باش المغربي كان هنا او في الخارج هو قوه اساسيه فقط كيمكن نعبوه باش يكون متماسك وباش يكون محب وباش يفكر تفكير محب في المشروع التنميه. المرتكز الاول هو الاستثمار. غادي يقول شي واحد اخو ولا اخت بالفعل راه كاين الصعوبات، ما يمكنش يكون استثمار في العالم بدون صعوبات. لك الاستثمار هي الصعوبات، لان اي استثمار شنو هو؟ لان اي استثمار من جماجين امريكا الشماليه اللي هي قمة التفكير المغامرة الفردية في المجال الاستثماري إلى ما كان الصعوبات شكون اللي كيواجه الصعوبات؟ من يملك الإرادة ومن لا يملك الإرادة. أما الحديث عن الصعوبات إذا كاين في العالم كله كل بلاد عنده خصوصيته وكل بلاد عنده قيمته الثقافية وكل بلاد عنده سلوكات مرجعية خاصة به. فإذا حنا بغينا ننتقلوا من واحد لغة الصعوبات إلى لغة مواجهة الصعوبات جميعا. إذن البلاد غتكون في حاجة من الخبرة ديال الفوليابوت والخبرة التجربة ماشي معناها الدبلوم بحدو هي الخبرة على أرض الميدان في تدبير مجموعة من المشاريع الكبرى. البلاد الآن في حاجة، لذلك كاينة قطاعات واعدة صعيب تخيلوها غدا وما حضرش فيها رأس مال البشري المغربي اللي عايش في الخارج. نقطة ثانية والمرتكز الثاني هي التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا. البلد اي بلد في العالم اذا ما كانش مستوعب ما هي حاجيات التكنولوجيا وكيفاش غدا خصو يتوقع فيها باش انها تساعده يكون حاضر بالقوه في كل تحديات مستقبليه، لا اعتقد انه غيكون عنده حضور. علاش؟ لانه ما مستوعبش خصوصيات حاجيات التكنولوجيا وما مستوعبش شنو امتداده الطبيعي كرأس مال بشري المغاربة اللي حاضرين في قطاعات أساسية وقطاعات واعدة وقطاعات متميزة وقطاعات استثنائية في ولد الاستقبال. فإذا نقل التكنولوجيا الدقيقة هي مواجهة مغرب العالم شنو حاضرين، وإلا غنبقاو حنا غدا مثلا ما غنقولش فوطاش ولكن غنبقاو دائما مغولين واحد مجموعة من المؤسسات الكبرى تتحكم في التكنولوجيا وفيها الأجنبي والصناعة الجيل الثالث والصناعة الجيل الرابع باش تقول عندنا مغربة العالم اللي حاضرين في صناعة أشياء في إبداع أشياء في أشياء قوية ونتجنبوا الأشياء اللي غتضيع لنا الوقت أو تضيع لنا المجهودات ديالنا كانت مالية أو كانت بشرية. النقطة الثالثة، المغرب تنتج الآن ونطلق مشروع صناعي كبير اللي كيهم قطاعات متعددة حاجة أن هذه المنتوجات تسوق. وبالمناسبة حنا موقعين اتفاق تبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي كنشوفوا التصدير ديالنا أو الصادرات ديالنا كنلقاوه متواضعة بالنسبة لحجم السوق الأمريكي. واش موصلش الوقت نطرحوا سؤال ماشي من المسؤول، كيفاش نتعبوا جميع باش تبدا المنتوجات ديالنا تكتسح الاسواق الامريكيه؟ اللي كنقول الاسواق انتما شبه قاره بسوق كبير يختلف خصوصياته الثقافيه من مدينه لمدينه بل منطقه لمنطقه. ولذلك الاوان نشوفوا ما هي عن طريقكم المنتوجات الواعده اللي غدا يمكن توقع وتنافس ضمن السوق الامريكي. هذه مهامكم، هذه مهامنا جميع، لكن خصنا نفكروا وننتقلوا من ديك الثقافه من المسؤول. كنا مسؤولين بدرجات ولكن كنا مسؤولين، لان ثقافه افتتاح الاسواق هي ثقافه تطلب كذلك الاراده، كتطلب الصبر، كتطلب استيعاب اخر، فهم اخر، سلوكاته، اذواقه، تعني كتطلب متطلباته. فاذا هاد المرتكزات الثلاثه راهي اللي خلاتنا نديروا جهه 13. فإذا هذه التعبئة الكبيرة الرؤية الشمولية ما غتحققش ما بين عشية وضحى، من المستحيل غنكونوا كنكذبوا على راسنا. وبالتالي غنقولوا ربي حتى اللي يحكم على اليوم هو فقط كفاءات لكن كفاءات أخرى غنعرفوها بالإمكانيات المتواضعة. التعبئة هي البدايات الأولى ديالها الجليلة
لأنك بعض الأحيان كيكون الشك حولها، بعض الأحيان كاين اللي كيفقد فيها الثقة، بعض الأحيان ما تيبقاش الحماس. حنا بنا الحماس يستمر لسنوات سنوات حتى نوصلوا للمبتغى ديالنا هو التعبئة الكاملة والشاملة لكفاءات مغربة العالم. بالإضافة لدى المعطيات ذات طابع ربما الاقتصادي أو ذات طابع تعبوي. حنا مغاربة كنعيشوا في واحد المنطقة فيها صعوبات، والعالم وأنتم اللي أدرى بهذه الأشياء أنه يعيش نوع من الهشاشة. هناك مناطق صعبة أصبحت غير مستقرة، العالم بعد هذه العولمة أصبح قرية صغيرة، ما يقع في أي دولة بعيدة يهم كل قارات وكل دول. الاستقرار أصبح شأن كوني وشأن دولي. إذن العالم في بعض المناطق كعب صعوبات كبيرة تتنعكس على المنطقة ديالها، ولاش واحد غيخبيها غيكون ما عنده استيعاب لهذا الوضع الجيوستراتيجي المعقد في المنطقة جهويا إقليميا دوليا. المغرب بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة أنه حافظ على استقراره وحافظ على تماسكه وحافظ عليه ماشي بقول الحقيقة وبالدفاع عن الحقيقة. إذن المغرب إذا كان مستقر فنحن نقع في منطقة تعيش صعوبات كباقي المناطق، تعيش صعوبات كبيرة على مستوى كبير لانتقال السلس نحو ما هو الأهم. هذه الصعوبات غتنعكس واللي ربما الأجيال المقبلة غتحسسها جميع، لكن حنا مستعدين نقدموا الحساب ونقولوا لم نخطئ، لأن دائما أيادي المغرب مدودة للآخر، الآخر ما متواجدش معنا في عصر التكتلات لمواجهة الصعوبات قد الحفاظ على الاستقرار. هناك دول انتهت تقريبا، هناك دول تعيش حروب، هناك قارات تعيش صعوبات. شكون اللي قال بالك ان اوروبا فقط موجه هجره بسيطه غتخليها تزعزع وتبحث انها ترجع للحدود التقليديه اللي قطعت سنوات باش ما تبقاش الحدود، واللي خلقت تكتل اقتصادي ومشى تكتل سياسي وعطى تكتل مؤسساتي. من قال بانه المانيا وفرنسا بعد حربين اللي هلكوهم انهم اصبحوا شبه دولة واحدة في غياب الحدود. الآن هناك تحديات وثقة جدا اللي كتخلي مجموعة من الدول أنها دير واحد رؤية محافظة لمفهوم الاستقرار في الدولة. في ظل الوضع المغرب دائما كيتعرض لضربات. المغرب بعد ما استرجع أقاليم الصحراوية واللي هو امتداد طبيعي، امتداد تاريخي، امتداد استراتيجي، ما يمكنش نتخيلوا المغرب بدون امتداد جنوبي. من المستحيلات، وهذه معطاش الحظ. فإذا هناك رغبة لقطع المغرب على امتداد الجنوب الطبيعي، وكنا مرنا يا للأسف 40 سنة، إلا وكيف فعلوا المشكلة؟ فرضوا على حرب لمدة 17 سنة بإمكانياتنا المتواضعة، لكن بتعبئة كبيرة، وبإرادة قوية للملك المرحوم الحسن الثاني، وبإرادة قوية لصاحب الجلالة، استمرنا وتعبئنا وانتصرنا على أرض الواقع، لأنهم فاهمين كون الأقاليم الجنوبية هي 266 كيلومتر مربع، هي نصف فرنسا على المستوى الجغرافي، مساحة فرنسا، بمعنى الأقاليم الجنوبية، وبالتالي فتحنا لنا حرب 17 سنة. منين جاو بالسلم؟ مشينا للسلم، وقعنا اتفاق وقف إطلاق النار، دخلنا في مفاوضات سياسية، اقتنع الجميع بما فيه أمريكا. وإلا غتبقوا معايا وأنتم عارفين هذا الشيء، بيكر واحد، بيكر بجوج، بيكر ثلاثة، وما أدراك بيكر. تلعب بأنه ما يمكنش تخلق دولة صغيرة، ضعيفة، هشة، في منطقة استراتيجية، إذا مشات لا قدر الله أنها تحكم بعدم استقرار كل أوروبا، وكل منطقة البحر المتوسط. اللي كيوز كلامه كيفهم هذا الاستيعاب. لذلك تيفتحوا من بعد ملي حسوا بأنهم ما قاديش يروجوا لدولة صغيرة كتخدم مصالح دولة أخرى برؤية تقليدية متجاوزة، خلقوا معارك وهمية قانونية مع شركائنا. علاش؟ حيت حنا نموذج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ما تبناتش اليوم، تبنات في الستينات، وتبنات واحد العقلانية، واحد التكامل، لأن الاقتصاد
هو اللي كيدعم الاستقرار السياسي، وبان وجود استقرار سياسي ما يكونش علاقات اقتصاديه متينه. لذلك خلقوا لنا معايير قانونيه تبذل فيها مجهود كبير لاقناع صناع القرار القانوني بان علاقتنا والشراكه ديالنا مع الاتحاد الاوروبي شراكه استراتيجيه تهم مجالات متعدده. علاش؟ لاننا نقتصر القيم، قيم الديمقراطيه، قيم حقوق الانسان، قيم اعتبار راس مال البشري خصو يعيش ضمن دول مستقره وامنه. اليوم وكما لاحظتوا هذه الايام، وكانت بالفعل خرجه ديال وزير الخارجيه قويه واضحه، ان المغرب ما يمكنش يقبل بوضع جديد في اقاليمه الجنوبيه. المغرب من داروا اطلاق النار ما يخلوا لها مجموعه من الفصائل، بل قلت هنا المغرب اعلن عن طريق وزير الخارجيه وداخل البرلمان بغرفتين عن طريق لجان الخارجيه انه لن يقبل بوضع اخر غير الوضع اللي تم الاتفاق عليه بعد اطلاق النار سنه 1991. وبالتالي خصنا نتعبوا جميع ان بعد ما فشلوا في الحرب، بعد ما فشلوا في المعارك السياسيه، بعد ما فقدنا منظور جديد للتفاوض من اجل حكم ذاتي واللي هو بالفعل مقاربه متقدمه حضاريه لخلق تعايش ضمن تعدد وطني مغربي، اليوم ضيقوا في الفتنه في منطقه تنقول لهم صعبه، لان المنطقه مرتبطه بمنطقه الساحل، مرتبطه بالحدود الماليه، وبالتالي هناك عناصر متطرفه راديكاليه القاعده وغيرها اللي كتنتظر للمنطقه انها تعرف باش تموقع باش انها تمشي وتخلق ما يسمى بالتخريب كما قلتوا في دول اساسيه في الشرق الاوسط. لذلك هذا النقاش ديالنا اليوم هو كيجي في اطار التزاماتنا الوطنيه باش نعرفوا بان اينما كنا نحن جزء من هذا البلد، وبالتالي المغرب ما غيتفرطش فبعد ديال البعد ديال الصحراء العزيزه. ولكن طلب منا هذا الجواب السياسي اللي يمكن تعتقد البعض انه يمكن يفرض عنا ونقول له ودي غنديروا تنازلات نظر. لا، لا تنازل عن الوطن. الوطن اولا، الوطن ثانيا، الوطن اخيرا. هذا الغابه سواء كان هنا او في الخليج هذا هو الامل. لذلك هذه المستجدات بغيت تبقى حاضره عندكم باعتباركم انتم عايشين في امريكا وباعتباركم عندكم علاقات مع صناع القرار، وبالتالي معرفه التفاصيل قد تكون ربما بعض الاحيان انها ما نصدمهاش بعض المسؤولين الامريكيين، لكن يجب اقناع بان المغرب دوله عادت حروب اوروبا، حروب فاشيستيه خعطوا فيها الملايين ديال الشهداء باش يحافظوا على استقرارهم. المغرب جزء منا بعيد على 14 كيلومتر، وبالتالي اي مساس جنوب المغرب معناه مساس شمال المغرب، لان نحن نطنجه الدويره مغاربه امنيه. لذلك كتبع معنا هذه المرحله الاخيره ربما بعد فشل الانفصاليين، بعد فشل الناس اللي وراهم كيحاولوا يخلقوا معارك جانبيه، لان كيعرفوا بان شهر ابريل غيكون تقرير الامم المتحده حول الصحراء المغربيه. كنعرفوا التقرير دائما تيكون متوازن وتاكد على اهميه المغرب. الان خصهم كاع الاوراق بغا يرجعوا للفتنه، حنا غندافعوا على بلادنا وحنا في موقع دفاعي على بلادنا وغنبقاو ندافعوا عليها الى اخر مغربي، لان بامانه عندنا امانه مشتركه كيقودها صاحب المجله، حنا وراء باصرار من اجل فرض وجودنا النهائي. ولا بغاو الناس غدا يفهموا بان المنطقه خاصها تنتعش وتمشي بعيد، خاص يفهموا بان الحكم الذاتي ارقى ما هو موجود في العالم. بغيت نقول لكم ان بغيت كذلك وباش تعرف الاهميه اللي عندنا، غادي يحتضن في هذه المدينه جوج احداث قويه في العالم. اولا غادي يحتضن المنتدى العالمي للهجره الطبيه. المغرب هو المانيا عنده الرئاسه في هذا المنتدى، هذا المنتدى 11 عام هو موجود، كل سنه كينعقد في البلاد. هذا المنتدى احترام المغرب اعطانا الرئاسه اللي كاينه في شخص الكاتب العام سينادير، واللي باشتراك مع المانيا تنديرو تدبيرو. هذا المنتدى كيجمع الخبراء حول الهجرة وتعقيداتها، كيجمع المسؤولين السياسيين في العالم، كيجمع القطاع الخاص في العالم، كيجمع كذلك مجموعة من الجمعيات المشملة. هدفه صياغة مقاربة جديدة باش ما نتعاملوش مع الهجرة وكأنها عيب، في حين
نتعاملوا نظرا للتعقيدات هذه المرحله ان الهجره يمكن تكون راس مال جديد تسمى بالميثاق العالمي حول الهجره اللي كتنظمو الامم المتحده ماشي حنا كنحتضنو والامم المتحده عن طريق الكاتب العام بالاجماع اختار في المغرب حيت المغرب عنده واحد السياسه للهجره انطبقت 2013 نموذجيه بامكانيات متواضعه لكن باراده ملكيه وباراده شعبيه انها تعتبر الان مثال يجب ان يحتذى به في مجموعه من الدول ولو ما تكونش متقدمه الميثاق العالمي بين عام 12 يكون فيه على الاقل ما بين 7,000 و11,000 مشارك هو ليكيفالون ديال كوب 22 باقل غادي لاول مره الامم المتحده غتحاول تلقى توافق حول اشكالات الهجره المعقده باش تكون هجره امنه منظمه ومنتظمه ما معنى هذه الكلمات الثلاث هذه الكلمات الثلاث تلخص اولا ان العالم العوض يعتبر الهجره بانها تسيء الدول تعمل معها بمنطق لا حدود الحدود انتهت نعيش في عالم معولم اون اي دون زامون جلوباليزي واللي اختار العولمه تختار ايجابياتها وسلبياتها ماشي فقط يختار بمفر اقتصادي ويخض العالم كله كاين 260 مليون مهاجر فيهم 51 مليون مهاجر سني ما بقي مهاجر اقتصاديين باسم ميغراسيون ايكونوميك هاد 260 مليون لحد الارقام ديال المنظمه العالميه للهجره كتلقى فيها 30 مليون مهاجر افريقي اللي كاين في العالم كله داكشي كتشوف التلفزيون كله اون اي كو 32 مليون افريكا اترافير لو باش نتفاهموا راه بعد الماتش كيبانوا فيه هاد 30 مليون 16 مليون افريقي راه اختاروا الهجره داخل افريقيا ما مشاوش لاوروبا وامريكا دونك اكثر من نص الهجره افريقيه 6 مليون على الانتيريو بلا هذا الرقم ماشي ديال الامم المتحده لذلك ملي صاحب الجلاله كان صباط الى دفع الحكومه باش تبنى سياسه الهجره الجديده راه فاهم ومستوعب من قاد القلائل اللي كحول من المستحيلات وكتلاحظوا اوروبا ملي هاجروا السوريين ميم با ان مليون زعزعات اوروبا عندها زلازل هذه غير مليون فمن حي يكونوا الملايين ذلك صاحب الجلاله بين قادة الأفارقة الأوائل في العالم اللي قال بأنهم غير خصو يتبنى عوضا أن هذه السياسة الهجرة الجديدة تكون كما كانت في مجموعة من الدول هي محل خلاف نقاش ما بين الأحزاب السياسية للأسف كيستعملوها غير في الانتخابات دابا كتلاحظوا في أوروبا باقي ما وصلتكم نتوما الشفية أن اللي بغى يطلع أمامه بيطلع غير الانتخابات كيقول أنا إكستريم بوا أنا يمين المنطقة ما عنده حتى برنامج اقتصادي كينجح في الانتخابات كيدير لأن كيطلع كينجح كيعبى على نقطة وحدة هي المهاجرين الأجانب ملي كيطلع كينقادو ولا خصو يسير تجيب مقترح تجيب بدل كيتلف وبالتالي كيبقى بخطاب عنصري هذه كاينه في اوروبا صاحب جلالة حمد الله بين قبل القلق اللي قال بانه لا غادي الهجره خصو يكون حول اجماع اذا كلف سنجاش باش انه يوجد واحد الاطروحه متكامله ويديرها النقاش المجتمعي حول الهجره وحول سياسه الهجره بالفعل هذا الرابور تيماتيك اللي كنسميو كان من اشاره كل فاعل سياسي نقابي مجددا واللي خلى هذه السياسه في المغرب الحمد لله رغم بعض المشاكل هي جزء واحد الاجماع المغربي المغربي ما يمكنش تخدع حتى النقاش السياسي السياسي ما يمكنش تخدع نقاش ايديولوجي هي كل مغاربه مامنه بان التكامل هو اللي كيحل اشاره الهجره العالم كله وليس سد الحدود او اغلاق الحدود المغرب استوعب ان بعد 2013 المغرب ما بقاش فقط بلد عضو اصبح بلد استقرار لا سيما من الاشقاء الافارقه وبالتالي خص تكامل ذلك المغرب هو اللي دعا عن طريق صاحب الجلاله في مؤتمر اديس ابابا مؤخرا دعا لواحد الاجنده افريقيا من اجل الهجره واللي كتاكد على ارض الواقع لا محاربه للهجره السينيه بدون تنميه ولا تنميه بدون